الخبر الايجابي استاذه غاده شلبي نائب وزير السياحه، ولا مساء الخير. اهلا بحضرتك استاذ احمد، اهلا بيك. تحيات، ونقدر نقول النهارده عندنا خبر ايجابي بجد. يعني خلينا نبدا بخبر ايجابي للناس. تجاوزنا، اقتربنا من 15 مليون سايح عام 23. ده صحيح، الحمد لله السنة قفلت على الرقم اللي احنا كنا مستهدفينه من أول السنة، وقلنا احنا مستهدفين نوصل ل 15 مليون، وحطينا نصب عنا ان احنا فعلا نوصل لهذا الرقم. ولو حضرتك تذكر، يمكن انا كنت طلعت معاك في سبتمبر 22، وكنا بنتكلم على الاستراتيجية الوطنية للسياحة بعد تولي معالي وزير احمد عيد، وقلنا مثلث النجاح اللي احنا ركزنا عليه تماما، وهو ده الحقيقة اللي اشتغلنا عليه طول السنة، والحمد لله هنكمل في هذا. قلنا انه في ثلاث اضلاع مهمة جدا لتطوير ولدعم السياحة. احنا ما عندناش مشكلة في انه الناس عايزة تيجي مصر، في ناس كتيرة جدا عايزة تيجي مصر، نعم، ولكن احنا كنا محتاجين نحسن من العرض بتاعنا، وقلنا ان احنا محتاجين نزود عدد الغرف السياحية في البلد كلها. عندنا مناطق يعني بنسميها ايه، تيزنج بروبلمز، مشاكل محتاجين فعلا نزود فيها اعداد الغرف. القاهرة، الاقصر، اسوان، محتاجة الساحل الشمالي، محتاجة عدد كبير من الغرف السياحية علشان تقدر تستوعب الطلب اللي جاي لنا، واللي بنقدر يعني بنوصل احيانا انه الشركات بتعتذر عن بعض المجموعات لانه حصل ان احنا بقينا فولي بوكت في الاماكن دي. فدي نقطة تحسين او وضع المنطقة، وضع العرض بالنسبة لنا ده كان مهم جدا. مهم كمان ان احنا نستقطب الاسواق اللي بتجيلنا بالطيران. احنا مصر تزار بالطيران، 95% من السياحة اللي دخلنا عن طريق المطارات بتاعتنا. عندنا 11 مطار سياحي بتستقبل من كافة الدول، سواء طيران منتظم، طيران عارض، طيران شارتر. كل ده فبرضو كان من الاستراتيجية بتاعتنا، التعاون مع وزارة الطيران المدني وتحفيز شركات الطيران انها تيجي وانها تنزل في مطاراتنا السياحية. والنقطة الثالثة اللي هي تحسين التجربة السياحية. عملنا ميكانة في التذاكر في المناطق السياحية والأثرية، في المتاحف حسنا من التجربة، اشتغلنا مع الشركات انه فعلا يبقى السايح بستهدف، او كنت بستهدف ولا ازال شوية، انه المنتج المصري مش سهل ان هو يتزار للسائح الفردي. شركات سياحة عندنا أكثر ما يربو على 2400 شركة سياحية بندعم إنه السائح يجيلنا عن طريقها، لأنه بيبقى محتاج مرشد، محتاج خدمة مظبوطة، محتاج يبقى مختار الفندق بتاعه مظبوط. فلما المثلث ده اكتمل واتقفلت أضلاعه، الحمد لله وصلنا إلى هذا العدد من السائحين اللي فعلا زي ما حضرتك العائد كام حضرتك؟ رقم غير مظبوط. صحيح، العائد كام؟ الحقيقه احنا عاملين معادله يعني بالاحصاءات السياحيه، بنقول ان تقريبا السائح بيصرف 100 دولار في الليل، ولكن انا الحقيقه ما عنديش لسه بيانات سليمه او اقدر ان انا فعلا انشرها. احنا حاليا بنعتمد على اعداد السياحه، اعداد السائحين الوافدين. لا يعني عندكم مش عايزين تقولوا الرقم، ولا الرقم اصل بتكلم 14 مليون، قرابه 15 مليون، يعملوا لي 15 مليار اكتر اقل. فرضيا نقدر نقول كده، نقدر نقول كده. طيب احنا فرحانين، يعني ما هو الموضوع احنا فرحانين. الحمد لله، الحمد لله. مجهود، بس خليني اقول لحضرتك برضه، هو مش مجهود وزاره السياحه فقط، ولازم يعني اشكر واخد معانا في هذا المردود الايجابي كافه الجهات اللي اشتغلت معانا. حسنا في التاشيرات وفعلا سهلنا كتير من اجراءات التاشيرات السياحيه اللي كان في عندنا دول ما بتقدرش تدخل بسهوله. الجهات الامنيه والجهات المعنيه والخارجيه وكله اشتغل حاطط نصب عينه ان احنا ايه اللي نقدر نسهله في التاشيرات، نعمل ويب سايت السائح يقدر يدخل عليه وياخد التاشيره بسهوله. التاشيره ابون ارايفل اللي بنسميها في مطارات الوصول يقدر يحصل عليها بسهوله، ولسه شغالين الملف برضو ما اتقفلش وشغالين فيه.
ولكن دي من احد طبعا عوامل النجاح الكبيره اللي ساهمت في تنوع الاسواق، ودي مهمه ان انا ما يبقاش حتى ايه الجديد عندنا؟ كنا الاول معتمدين على على اتنين تلاته، النهارده ايه؟ لا.